الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الله سبحانه وتعالى وحنا ويدسنا أن أعماشنا أخبره صون كنا يصلاتنا عبادتنا يتهاجد كبرنا خرسك عمل كنا خالص كدقوه. أنت أسك بعدي حاضر هذا ندوة عوان كذا وحوى رمضان مدرسة ومنحة ربانية. رمضان كو ودكسي نفطة لغو توبره ونفطة لغو هجاجيه وحمانة لغو جويه ما ركتي محوها وناج لغو عشه يعني نفطة أيها لغو تربيين يا ومنحة ربانية وهبة إلهي نسيي حي لي رمضان تخيرات ككتيرة ومديه هور ما هيسن حقيت عديت هاي اللي تلغدرجة يو صون كا أدرجة لجها ليه يو أعماش الله الله بيو يو خيرات فربضن وصون ككتيرة وياي نسي كم تهاي جنوين كإن الله بابو الله فريو نارها إن الله حريو شيادين تا مذا حقك إن الله كتينا دينيو إن ودواقيو ما مدة واقيو وليه هاي يا باقي الخير أقبل متك خير كدور يسوع قابل متك الشركة دون يوم رجاب صو إن أي كم التهاي هذا والبعيد ذاتك النار تلقى حرين أيوه إن ومدن عمر جيدا أو قابن رنتي أو نبي ويري لحتنا لا تضبات ويمد عمر جيدا وحق بنا ويريهن إن الله سبحانه وتعالى ونرد حق ليه ومن حقه هبة نوسيه حبين أردق ما أفر يسديت صنع يوح يبره أما صدح يسديت صنع يبره يعني عمرك أنت مدن حقف قاري كرأت ويريه تدي يربع عمرك قاري كره أنت كس مدة أنت بدن كهر بيكون دنتان مركا وحى هل كهلا بينه كم إذا هبين كله تقدر جا أيه وحى سو خير اللي نسيع ماشى عن سمينين من حظ يو إلهي سبحانه وتعالى هبدأ ونسي بيش رمضان وحى كم إذا إنا يتهي بيش القرآن كله سود الجي إلهي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبش رمضان القرآن كله سود الجي سيبا قرآن كبشان لو سود الجي وحنونا قرآن كونو صدح يلا با تسر سود الجي صدح يلا تمان كي سنونا مكجوغ قرآن كونو سود الجي تمان كي سنة النبي عليه السلام مدينة جوغنو سود الجي صدح يلا با تكاسر قرآن كونو سود الجي قرآن كا انتي صبضني ومكيو مكيو سود الجي إن كلو أحكام تقو بضنا مدينة سود الجي هترى هيدو حشاق يسا إن بيش رمضان قرآن كله سود الجي سيلا سوا فجنا يا مر حال سوا فجنا يا قرآن كوا حال قص حال سود الجي ليلة القدر يا لسود الجي بيش رمضان آخر كذا طبعا كضم به سقو مجمل وضوضوبة حال قص سود الجي لوح المحفوظ ك وحال كياني سماء الدنياها بيت العزة يا الله كياني صدح يا الله باتنصره يا مر كحسب الوقائع والأحداث يا الله سود الجي صدح يا الله باتنصره يا دعوين كي حال الله حد بتاعن أي قرآن كجوابي هذا كيس إلى سبحانه وتعالى النبي سؤال بلوي دينية كاس قرآن كجوابي يسألونك عن الأهلة قل هم وغيت للناس من قرنيس يسألونك ماذا ينفقون قل ما أفقت من خير إلى آخره جواب تاس قرآن كم بحناية سؤال أمر كنبي قال لوي دينية وما رأيت أحكام وحي إلهية أي قرآن كجوابي أحكام بل سود جنية أحكامنا ولا نسخية وحبال الحلالين يي وحنا والحرميي مركز لكن قرآن كسيد وضوبة أيو بيت العزة أيو مارك تلكيني مركز سيداس أيا بشر رمضان هل مرة مفتك لغة سود الجيي بيت العزة الله كان إذن ومن حربانية إلهية وإلهي إنسية هبا إلهي إنسية إن بشان رمضان وإنو سود الجيي قرآن قرآن كاس وأه هنونكي ومداني أيكو هنونيسي ووح الله عليه وحي خير الدية ولا آخرة أيو قرآن كأيو كل يهي مركبوان نعمة إيا هدية إلهي إنسية بشهر رمضان وحكم إذا هدية ذهب بشهر رمضان لإنسية إنه كجرتها بين كخير بضان إنت عاشق أني كن بلوض مقرانيسة ليلة القدر خير من ألف الشهر كن بلوض وأن ليلة القدر كجرين هبين كخير بضان أيها كجرة أيضنا واهبة إلهي إنسية وبشهر رمضان أي لقعتها فحكم إذا صوم كان فرض كأه وإلهي سبحانه وتعالى أجر كيسة يو أجو درجة يوحى لقاه ليه عمل كأجر كإلهي والله قهر نقضي الصوم لي وأنا أجزي به
مقرنيس حدث القدسي الله سبحانه وتعالى يا صونك أنا إسكال أنا لك جاسيني أما شكل والله الشيء لكن صونك إلهي والله قهر نقضي هاي لي وأعمال قرصون وسرية وأن موقن وفي إنه سومية هاي يينو عمري ما كنا قرن كذ لكن وعمل قرصون وقفك إلهي إسلوقه هو وحكم إذا أعماشا إلا الله بفضل غيره ومثلا شهر القرآن ويبشان القرآن كهذا أخرده أجي آذو فربضان فربضان أولا الله بلا جهلية أذكارتي صدوك كره استغفارتي صدقتي دعائي سيرة الرحم كي وح الله علي وح خير وقفك السماية بشان رمضان كأعماش والولو جبارية بشاني وشهر الصدقة سيتها شهر القرآن يحبتها هي شهر الصدقة وابل صدقه وإلهي وحي نسيي صدقه بشان لقارتها هي وبيلها كلا إكاقدو وانتها يدو اللو ذاك تبيلها كلا صدقة اللي سأمري هدهي تمد فرقك هيدا زكواتك هيدا يتي تطوع هيدا مارك تي سنك هيدا غفك إسكي مبدحين هي يدو اللو ذاك تبيلها كلا هي وحي اللطة هي صدقه ينقاره أفر حاله أم أفر صدقه أيه بشهر رمضان لقارته إذا بشهر وشهر الصدقة محي المركز صدقه كأي رمضان كل لقارته هاي بدك كواد وحويه نبي عليه الصلاة والسلام وحروش يا جاي قف كي قف صومنا أفورية إنه أجر كيسيو كله هري إفطار وصائم بشهر لقار قف صومنا قف كي أفورية أما تبير كو أفورية أما بيا كو أفورية أما راجن كو أفورية وحرتو كو أفورية قف كاس لكن أجر كيسيو كله الله سواء أجر حول لقار نقول bishaara marka sadaqada noocaas la gaar ah oo maxay kula gaartahay waa laga yaabaa bilaha kale in qofku soo sunno asoomo aad la afrusid laakiin waa waqti kooban laakiin saddan bari oo xiriir ah ama 29 bari oo xiriir ah oo qofku qof soo mar uu afurin karo oo sadaqo uu la bixi karo qof soo mar afurin karo ajirki qofka soo mar uu helayo bisha Ramadaan baa la gaar ah waxa la mid ah kamida sadaqada bisha ay la gaartahay ilaahay wuxuu leeyahay dadka صونك أهل عذار تأه وصونك ربيه إن قف لقى أفريه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مسكين بلقى قوذنية بحيث مركا مثلا قف حنوصا وحنون كيس عن الرجينين إنه كبك سوده وعن رجالهين قف كاسي قف بمانور بلقى أفر مسكين بلقى قوذنية سيدو كره قف قبوبي ووايل صون كين عن حملي كرين دا درتيد أستغنى مسكين بالله قوذينية فتية تود عام مسكين وي أيضاً مداس وحال لقارة بشان رمضان بالله قارة سدن بري يا وقف مسكين اللي قوذينية وقف ماركتي أما حنوصاً أما قوذين لقا قوذينية بشان صدقة أسنى اللي قارة وصدقة الله بعض وبشان أي لقارة صدقة كلا أي لقارة وحاكم إذا إلهي سبحانه وتعالى حاسسك يا رجع يا وينك إسقبي حاسسك يسوء الله سبحانه وتعالى هبينك بيسوب النية بشهر رمضان حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هوينك يا رجع هوينك يسوب النية أما مالنتي هدي مالنتي ودعوا جماعة وقف كاسي هوينتي سوء قدعه وحالقوا جناحي كفارة لحدا مسكين نقوديه لحدا مسكين درجيه وصدقاء أي لغو جناحي عمل كاسا قف كاسي كفارة كم ده مركا وصدقه أي لم أي بيشان لقارته هاي يلي معلومها كان قف كحاس كسوة أوبنانا لكن رمضان وحال يرمارين هيسوه دواني هذا مركا إيد عضو إناد كود عضو كفارة كفارة قد كوحا كم ده لحدا المسكين إنا درجس ستين إدعام ستين مسكينا إذن بيشان رمضان أيضنا وحوية صدقه أي لقارته هاي وبلها كلا إيكا قدو انتهي صدقه أفراد بشان إيه لقارته شهر صدقه إيكو تهي وحاكم بذا مركي صون كو نماضو صدقه لغو ختمية صدقه كيسان محي تهي وحاوية ديكريسيونكا أما عيد الفدرقة وحالوية قانو مارك أفسو مالقنا مارك عيد الفدرقة نوالي إيه لهذا ديكريسيون نوالي إيه لهذا وصدقه قفكو بحين أيو مارك تي راشنكا مسكين كلاسين أيو والنبي قلت له عليه الصلاة والسلام مارك الصدقة أسمعني أنت على بحر الصدقة الفدرقة والنبي قلت المامي ظهرة لصائم وضعمة للمساكين قفك صومنا وحيون نقول إيسا صون كيسي ظاهر نما يقول إيسا من الرفث واللغو
wixii ka dhacay hadallo laqwiya iyo rafas wixii ka dhacay ayay dambi waxay u noqonaysaa dambi duhra daahirin qofkii soomanaa soonkiisi laa shaka qofku markuu sooman yahay waxbaa ka dhacaya ishaada waxay fiirinaysaa dhegtaada waxay maqlaysaa carabka dambi baad kaga hadlaysaa waxbaad fiisanaysaa waad xanaaqaysaa mararka qaar hadal baa kaa dhacaya waxaas oo dhan waxaa laqwiya soonkaaga maaragtay ajarkiisii nuqsaaminayo markaad marka sadaqadaa bixiso ciidulfitriga waxay ku noqonaysaa duhratan lisaa'im qofkii soomanaa soonkiisi bay daahirinaysaayo waa ku dhammaystiraysaa waducmatan lilmasaakiin dadka masaakiinta ana quudin bay u tahay oo maalintaas dadka masaakiinta ahee maaragtay dadka aqniyada ah fiirfiirinaya waxay haystaan maalintaas iyagana waxa la farxayaano waa laga farxinayaayo waxa sadaqaa la siinaya taasina iyaduna waa midda afraad wey marka afartaa xaalo bisha ramadaanka ayaa la gaara idan shahri bishaani waa shahru sadaqaad wey waxaa intaas kuu sii dheer sadaqooyinkii bilaha kale oo dhanna way la wadaagtaa day tahay silatu raximkii day tahay maaragtay agoontii day tahay dadka khayraadkii mashaariicdii masaajidda oo laga qayb qaato ceelasha isbitaalada dugsiyada qur-aanka la dhiso maaragtay wax allaale wi dadka darabta cilmiga ah oo maaragtay la infaaqiyo maaragtay muxuu khayrka oo dhan oo laga ummaddo khayrka loo sheego wax allaale wixii sadaqaadka ku saabsanaa bilya kale way la wadaagtaa laakiin afartaas xaalo ramadaan ayaa la gaar ah idan waa minxa rabbaaniya ilaahiya oo ah sadaqaad ay bishani gaar la tahay oo ilaahay ina siiyey wey loona baahan yahay qofku inuu fursadahaas ka faa'idaysto waxay kaloo bishani runtii maaragtay sadaqaadka kale ka mid ah silatu raximka qaraabada la xiriiriyo sadaqada la badiyo nebigu aada buu calayhi salam sadaqada ugu dadaali jiray ummadda muslimiinta maanta wax badan bay u baahan tahay ummadda muslimiinta masaajiddeedii ma haysato dowlad dhista dugsiyada qur-aanka wax u dhisa ma hayaan wax ceelo dhugooda ma hayaan agoontii wax maaragtay kafaalatul itaam lama hayo waxaasoo dhan qofka muslimka jeebkiisa ayaa la rabaa in dacwadii diintii laga wado oo khayraadkaasi laga bixiyo salafku waxay samayn jireen sakada waxay la sugu jireen bisha ramadaanka ayagoo waajibkiis sakadana gudanaya haddana fadliga bisha ramadaanka sadaqadu ay leedahay ayay ku soo aadin jireen wey idan bishaani waa shahru sadaqa waa bil marka aada iyo aada iyo aada khayrka loogu dadaalo waxaa ka mid a sadaqaadka bishaan in reerka biilka xoogaa loogu daro oo maaragtay loo yaro kordhiyo ciidd oo kale in maaratay ilmaha in laga farxiyo oo ay ciidaan wahakadaa waxyaalahaas oo dhan ayaa ka mida marka shahru sadaqa weye bishaani waa minax waxay ilaahay ina siiyo hiba wey bishaani waa shahru ducaa waa bilaha aada iyo aada iyadoo bilaha dhan la ducaysto ayaa bishaani si gaara ducada loogu dadaalaa khaasatan habeenkii marka la afurayo laga bilaabo ilaa iyo fajarka maaragtay muxuu salaada laga tukado ilaa maaba intaasoo dhan habeenkii aada baa loogu dadaalaa maxay ducada loogu dadaalaa ducada ayaa loogu dadaalaa sujuudda ka mid a waqtigaa waxyaalaha ducada loogu dadaalo waxaa ka mid a maaragtay bayna aladaani waliqaama waxaa ka mid a maaragtay muxuu ahaa habeenkii markii laba meelo tagto suluska dambaa ka mid a waxaa ka mid a qofku markuu afurayo waxyaalahaasoo dhan ducada waa lagu dadaalaa inay shahru ducaa tahay waxaa ugu daliil ah axkaamu siyaam iyadoo laga hadlayay fii suurati albaqara ayaa waxaa dhexdooda dhacay aayad ka hadlaysa ducada waidaa saalaka cibaadii cannii fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaanii falyastajiibuu lii waliyuminuu bii lacallahum yarshuduun baa ilahi subxaana watacaala qofka axkaam soomka laga hadlayay marka ducadii baa la dhex geliyey culimmadu waxay leeyihiin sababta loo dhex geliyey waa in macnaha waxaa weeye ducada bishaan la badsado wey alla wuxuu leeyahay addoomahaygu hadday kaa weydiiyaan nebi maxamedow waxa weeye maaragtay mid u dhow baan ahay saxaabada waxay yidhahdeen rasuulallow alle ma naga fog yahoo ma u dhawaaqnaa mase waa noo dhow yahoo waa la faqnaa markaasaa ilaahay baa toos uga jawaabay hadday kaa weydiiyaan addoomahay waxaad ku tidhahda fa innii qariibun ujiib waa u dhow ahay waan ajiibayaa dacwata daaci idaa dacaani kan barya markuu baryayo falyastajiibuu lii waliyuminuu bii lacallahum yarshuduun idan waa shahru ducaa caaisha ayaa nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam waxay ku tihi rasuulallow haddaan haleelo habeenka leylatu qadriga maxaan idhaahdaa kaasu nebigu wuxuu ku yidhi quulii allahuma innaka cafuwun tuxibu lcaafwa facfu canni ilaahw mid cafis badan baa tahay cafiskana jecel ilaahw cafi ka ducadaas nebigu wuxuuna amray inaan badsanno sujuudda iyo waqti walba khaasatan habeenkii leylatu qadriga wuxuu ku jiraa habeenkii buu ku jiraaye habeenkii inaad loo badsado sujuudda in lagu badsado xilli khaasatan tobanka dambe khaasatan tirooyinka isdheer idan waa shahru ducaa waxaa la rabaa wax allaale iyo waxaa ducooyinka la rabaa inaad ku ducaysato waxaa ka mid ah rabbana aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan wa qina cadaaba annaar waa duco jaamica oo shaamil ah waxba ka tegin waa ducooyinka nebigeena la siiyey calayhi salaatu wasalaam khayr adduunya iyo khayr aakhiro ayaad muxuu ahaa
كبر يسا إلهي سبحانه وتعالى شر الدنيا شر آخرنا واتكما جلسا مركز دعدي هو جملة أولية مش تفارقين اللي هذول الله هيدا أو جنان كوي ديستي على بنك هام مجن جلي إلى رزق واسع عن كبري وحوي إلهي سبحانه وتعالى هل المرض ما ذوحه ويدسنس مركز دعاء أس يا وحكو كل من يسا وح الله عليه وحد إلهي ودسن له خيره ورن إيوه وح الله عليه وح شره كم من جل هذول طب أنا أتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة مر دعوين كاس إن هذا لو جود ذاله إن وارد كل لو دعيو ووارد كأدعى الله لو جود ذاله مسلمين تين لو دعيو المها هذا المريض هنا دعيسه يحاسس كهذا أدو إن دعيسته إلى سبحانه وتعالى دعوة وأقبلا مرك الله أفريه يمر والباء يبيش هبين كاس من مرك وشهره دعاء بشهر وشهر القرآن سان صوشيغني القرآن كامل سود جيبه ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن كامل سود إذن ورد القرآن كوحوي سلف حيث مجد علمك كتغان وعلمك إسكن لغان حديثك وتفسيرك يفقك علمك لغان أي القرآن كو تفرقو جيرين قاربا مركب حيث مين جيرين بشهر رمضان وحيد مين جيرين صدح جير مرشان جير طوان جير تضوى جير مارك تأفر جير قرب غفة أوديس أي قرآن كت آدو أخرين جرين قرآن كأي كود ذلك جرين إن هاي رأي هل كحرف ولا خديو تمن درجات كهليسة ألف لام ميم بعد كهليسة صدن درجة رمضان كان وحى والله جيا وإن تكبدا كهش والله يضاعف لمن يشاء هاي رأي بشهر رمضان حسنات كون ولا لا لا ما إلهي سبحانه وتعالى إلهي يحيي الرب فضي يدم بداف يجنو يخير ولذلك خير ك إلهي مركا وحي رسمين ونوبة دنايا ذنبي مركا سمينا هل ذنبي بقى لينو قرية مركا ساولي بوحا اللي نسيه فرصة فربضان وذنبي قاس لينو كل دافة حكم بذا الصونك حكم بذا الدعادة حكم بذا غيرات القرآنك حكم بذا استغفارتا حكم بذا مارك تبحون صدقاتك وحكم بذا حجك عمرضا وهلو مجر ذنوب تلفت قيادة يهنمك يقمك وحاس ذنوب تلفت دافة إلهي مركا فيري ذنوب تلفت قيادة هلبا لينو قرية حدنا وحوي والله ينور دافي الباب الله ينور فرج البابه هبئ والبضد نار واجبتي أي نار تلاج حريري بشا وحيله الرب إلا بدي حاكم بدأ استغفارته خوف كون استغفارته الموجودة داله هو استغفارته آذ لو بدي محي الدم بما نقدر دعية إلى سبحانه وتعالى استغفارته استغفر الله استغفرين بدي إنه هذه آذ بل لو بهين حاكم إذا أتكاو الصباح والمساء خوف كون الموجودة داله أي كم إذا ما أرتوا حاكم إذا سيرة الرحم كغرابة إلا حريريه قرابة إن الحريريو وبشا وحوي قرابة ذات حريري سوف صدقة يسطو صدقة داسي سيرة سيرانا ويكوتا هاي صدقانا ويكوتا مركا سيرة الرحم نواتا هاي قرابة صدقانا ويكوتا هاي قرابة مركا إلا حريريو يددك مساكين تا خيرات كإن لقا غيب غاطي مساجد إياه كامدا انتا صورة مركا عن صور شاقني يكسي بضنبا ومنحة ربانية إلهية ورمضانة إلهي إنسيي ومارك ترونتي آدي آد هذه أضف في رمضان وهذا إن سوق أنت سواء تصارع يرير عن سوق هذا النبي ويانه وقتها عريرية لكن وحوي والمكان يقدم ميسا لكن وحنروح صياء إن حياله إلهي نسي قرآن كاس رمضان ك دعاء صدقة خير ك وحاس وخيرة هي إلهي نسي سبحانه وتعالى إن كذا ذا لنا الرؤية اللوبة هين قف في مركز لجوه وجيه وحاس وخيرة وقف له وجيه قف له وجيه وحاس وخيرة قف رمضان لجوه وجيه ويروح قف كاسمار وحارب مركز نفط رمضان هو مدرسة أما هو تربية أما هو ليل النفط هلا ليل يجيو نفط وحارب مركز وحاس وخير مركز بيشا قب حجرته إن النفط هذه بدشوا ونفط إس بدشوا وإيمان أتياس محيط مركز حكم هذا الله فرض يا رمضان عيد لو فرض يا آخر كذا وحيلة يقول شيء جيّا لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ما هي العلة ما هي الحكمة سواء بحال الكفر ديال محال اين كروا محيت النتيجه هي ميرها ان كغرانينا محيت محصولك ان كهلينا ولعلكم تتقون ان الهي كعبستان الله كعبسكنا وحا وهي نفط الى رداشي يحمانتي وخي ليتي انت كتقته وح وناغسن غدبته تصال اهان حدي قفكو غرعسيسا وخا خلدناين وانو غرعس حلال رادسدو كا كبخو هدو بلود لها وانو بلودي كغو هوينتو هديس حجاب كدو فين حجاب كيده هاجاجس داير تغير دلني يرادا لبس كو خلدي وين لبس كو هاجاجيا ماذا حوينات سو هاجاجس ما قرات لبس كا وينات هاجاجس هذا علمي برج علمي برتو داد عبادات دي جيرتي وين عبادات كو داداش هدي وارد كخوغا ادم بار وين وارد بار نقطه
هدي آذان صدقاتي خير وحب حي وانا وحب حسب وإني نفط ما ركتي محوها سبيحي أي رمضان كهرة هاي وإني كفي عنا تمركي رمضان كل ما هو رمضان كو وجاجر كبتريج اللي جليه أو كله خوفك على قصة قاضي إنه بتريج يهاي مويلك كوجرة بتريج هداد بحسب بقولك بس مدك مش غير يو بيش رمضان وجاجر نفط الله جاج غيرين يو سكوية تمام كبلوض نفط رمضان جاج غريسي أدو استعماله إيمانك أتكلح شيء إذن مركز إذا حاسو خير السماء يصير نفط إيمان يهنو به ليس وناك بين مركز أقول بس مركز إشي إنا تربية يصير دكتي عربك عروشي حبك ترنك دغنك كل تسأل عارف هيال هل ربو إنا نفط المدرسة رمضان كأتكفى إيدو حكم إذا هذا الك ضاد بدن يقجع جعد يمرن كإنا إسكا إلى نسي إلى يحول الله خير في كثير من نجواهم إلى مرور بصدقات نين بدن خد هذا الكود ضادي مارد ضاد خير مره إلا قفص صدقة أمرية أما معروف أمرية أما ضدك وناك تحقني وحكم إذا قفك ماركتي بشهر رمضان إنه قرآن كعاد عاد عاد كده قرآن كأخريه هذول وجوكتي عاد داس وأسي وضم هاي قيامة وحلونا يا كر وصعو سال قرآن كأوترتيري جت قيامة قرآن كأخري جرتي أيام ماركتي محوها وحكم إذا حيال رب مدرسة بشهر رمضان لقفة سنة ونفته وحكم إذا قفك إنه ماركتي عرب كيس إلاليه ووح الله عليه وحبه مغلق وسنك الشيكين نبي حرية عليه سلاله سنة حديث مسلم صلى الله عليه وسلم حرية نبي كورين أيه كفاء بالمرء كذبا قفك وحبانه وفلا أي حديث بكل ما سمع إنه كشيكين وح الله وحبه مغلق ما أنت وحا سأل لي بيبس وحا تري فويس وحا تري ريه وحا شيكين وحا إنا كفو قاته وحا كم إذا قفك إنه كود داله دعاء ده مركو رمضان كنا ماضي نسأل دعاء دي جوجين قرآن خسك جوجين وهو حوي الدعاء ده نبي عليه الصلاة والسلام الله هو الله حشود بدره كريم وناكسن وحك حشود يا دون كيس هدوك عنا كل قاضو إنه أسر عليه يجوا إبره ما قرنا يسأ ها مركو وين الدعاء ده بدي يسوي نبي عليه الله بريه يدمكوا حقيق سنة يا إجابة ده وحنا وقعتان إلهي كما أقبل قلبي هالماسن الله كم مشكول سنقولك يا ملك اللي كفكر يا دنيا هذا إسكت دعاء ستمايا وين قلبي أقو حاضري وين قلبي أقو حاضري عقب ذو حيالها الروينا تقول له واتور بعد رمضان إلهي مارك تور نفط أتكتر بذم درس هذا رمضان كات كفاية سنة سو عقب ذا إن أدم حي إلهي سبحانه وتعالى صن ياش بدي سو ورمضان كده كده صن ياش إن أدم بدي سو هذا ونسيجه بدي سو هيا كم ذا مارك تمحوها وحكم ذا حيالها رمضان كله كفاية ذي نتك مسلمين توراه هنا جعلاته نتك وناكسن هنا جعلاته وصاحبه في عنا سمي سو صاحبه ذي هرو ليتي oo xogaa ama balwada lahaa ama heesa dhageysan jira in aan ta ka go'do dad fiican dhageysato ee la saaca kamida ee xuleeyay maaragtay ee nabi kaleey salaatu salaam dadka ay dartay soo jicil ala maraabir min nur bay ku soo yeyeen qiyaamada hatta waxa kamanaya nabiyada inay darajadooda ay gaaraan waxa kamida maaragtay inaad qaraabada xiriirso oo qaraabada maaragtay haday tahay hadal iyo haday tahay xiriir iyo muamalo iyo lacag iyo dhaqaalaba nabi xul ciisa soo xuleeyay qofkii raba in xisqa loo waasiyo ajashana loo dheereeyo waxa weeye maaragtay muxuu ahaa qaraabadiisa xiriiriyo harabaysa xiriiriyo iyo leey maaragtay nabi kaleey salaatu salaam sidoo kale maaragtay hal raba naftadu inay waxyaalihii hooseeso ay ka korto waxa jira dhalinyaro oo caada waxay ka dhigteen inay filimo iyo banooni iyo wax geym iyo waxa ku mashquulaan qaarkood heesa dhageystaan qarbuuska dhageystaan waxa mucaakasa sameeyaan waa inay naftu ka kortaa waxaas wa antum la'alawna ma in kuntum mu'minin ba ilaha ilay hayaalahaas naftu waa inay ka korto ay kor ka aado waxa ka mid ah waxyaalaha ay rabeen caadeysato inaad markasta wajigaaga iyo aad muusoonayso oo aad walaalka marka aad aragto aad u qosasho wajigaaga farxad ka muuqato inaad ku xiri ee wajigaaga walaalka aad u muusooto waxay ku tahay sadaqay ku tahay waxa kamida arada iyo infaalka inaad iska ilaaliso nafta ka goysa ramadaanka oo madrasada ramadaanka aad ku tarbiyeyso igu nagu in baa yiri rasuulow ii dardaaran buu yiri halkaas uu yiri ha caroonin halkaas ku culaliyo wuxuu ku yiri ha caroonin buu ku yiri hayr aradu sheydaanka ka ahatay oo sheydaanku qofka dib u horseeday waxa kamida xiyaalaha rabo nafta madrasada ramadaanka inaad ka faa'iideysato inaad ku dayato dadka wanaagsan iyo culimada dadka akhlaaqda wanaagsan labiskooda cibaadadooda dabaaicdooda sadaqadooda hadiyooda dadkaana ku dayta laga rabaa haye nabi kaleey salaatu salaam inta jabaa bi qawmi fa huwa minhum oo dadka gaalada ada ku dayan iyo dhaqamada xun iyo koofa ciyaartoyda ah oo maarta intimaha rastaha ka dhiga oo intimaha marmaroojiyo jijimaha qaba waxa ayna ku dayan gabdhaha sidoo kale in xijaabkooda aad u hagaajiyaan ayaa iyagana laga doonaya waxaas oo aan soo sheegayo khayra oo dhan waxa weeye waxa kamida waa waxyaalaha nafta lagu tarbiyeynayo oo la doonayo maaragtay muxuu ahaa in nafta muxuu ahaa lagu tarbiyeeyo maaragtay waxa kamida waxyaalaha ramadaanka laga faa'iideysanayo madrasadiisa
inaadan dadka ku u faanin waanagu maata reer quraacba saasaan u nahay waa badan nahay kanaan nahay waxa inaadan akhriin ama adigu aadan ku faanin wax ilaahay ku siiyay ama cilmi ah ama maal ah ama maaragti jaah ah ama waa inaadan ku faanin inaad mutawaaduc noqoto ilaahay xul yahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhruu min qowmin casaa an yakuunuu khayran minhum qolayay qola ku jira siyaasi waxaa laga yaabay inay qoladaasi ka khayr badan yihiin xadiiska nabigu waa tuu ahaa qofka muslimka qofka muslimka walaalkiis weeye ma dulmiyo ma hoojiyo ma xaqiro qofka waxaa shar ugu filan inuu walaalkiis inuu xaqiro ayaa shar ugu filan ma garanaysaa saasoo kale maaragtay iyadana waxaa la rabaa inaad ku dadaasho inaad khayrka ummadda farto xumaantana reebto ilaahay wuxuu leeyahay walmuminuuna walmuminaat bacduhum awliyaau bacdi magaranaysa yaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar ragga muminiinta iyo gabdhaha muminaadka ahi qaar ba qaar bay xigaalo u yihiin wanaagga ayay dadka farayaan xumaantana way reebayaan waqtiga oo ciriiriya dartood waxaan rabaa inaan intaa ku soo koobo culimmo kale ayaa iga dambaysa runtii culimmadaasa insha allahu tacala iyaguna sii qaada dhigi doona nadwada ilahay waxaan weydiisanaynaa subxana wa tacala amarka inuu khaalis ka dhigo annagana naga dhigo maaragtay kelimaadkaasi aan dhegaysanayna nagu anfaco hada wallahu aclam wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. marka koobaad ilaahay baa mahadsan subxaanahu watacaala annagoo muslimiin ah nasoo gaarsiiyey bishii ramadaanka. waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu watacaala caafimaadka iyo nabadgelyada haddaan haysanno inuu ilaahay noogu dhammeeyo, kuwii ka faa'iido oo naarta looga xoreeyo na ilaahay ha naga dhiga subxaanahu watacaala. inta kadib kelimo aad iyo aad u qiimo badan oo jaamica oo guud sheekh faarax jazaahu allahu khayra baa soo jooday annaga. marka insha allahu tacaala waa un raadkiisa unbaan raaci doonaa, wax badan kama fogaanayno. qaybta anigu iga khusaysa nadwado ciwaanka laysiiyey wuxuu yahay in ramadaanka uu yahay madariso laga barto akhlaaqda wanaagsan. sidaan wada ognahay walaalyaan, ramadaanku waa madarasa jaamica lilcaalami kullihi, waa madaraso ama dugsi ama jaamacad ama kulliyad caalamka oo dhan ee wada gaartay, dhammaan la wada dhiganayo oo la wada akhrisanayo weeye. waxaad og tihiin xajka wax marki la gaaro intii awood u leh unbaa xajka aado, zakadana intii xoolahooda ay gaareen baa bixiso. laakiin waxyaalaha jaamica ah ilaa qofkii markaa ay u suurtageli waayso oona dad kooban ay mooyaane inta kale la wada wadaagayo laga wada qaybgalayo, cibaadaadka noocaa waxaa ka mid ah ramadaanka. siduu sheekhaba ka hadlayna waa fursad ilaahay na siiyey subxaanahu watacaala ijaanis lagu buuxinayo da'da yarka oo na soo marayso ilaahay na siiyey subxaanahu watacaala. marka koowaad horta waxaan isu dardaarmaynaa bal wixii tagay waaba tageene, inta hartay inaan dhexda dhuuqsanno oon ka faa'iidaysanno. waxay soomaalidu dhahaan caana daatay dabadood baa la yidhaha, anaha caanihii ayagoo sii daadanayo
ayagay u taalaa dantood lama dhaho ee intii ii hartay ii qabaa la yidhaah inta aan ka faa'iidaysta. Maanta waxaan filayaa 16 mi ama 17 baan sii marahaynaa. 10kii ugu dambeeyey ayaa diyaar nagu soo ah, bishii marka waxayba ku dhowdahay inay dhammaato. wax kasta oo la tirina waa noocaas wey. wax kastoo saacad loo qabtay intaa unbay leegi, laakiin hadda inta na soo dhaaftay nin walba waxaa laga yaabaa meel bay u joogtaa, ama qur-aan akhris ha noqoto, ama gacanta wax laga bixiyay sadaqaadka ha noqoto, ama adkaartii tasbiixdii tahliishi iyo taxmiidka ha noqoto, cibaadaadka kale duwan ee faraha badan qofu meelay u maraysaa, ninka gaabina waa uun jiraa. marka ninkii horey u dadaalina dadaalka ha ku sii daro, ninkii xoogoo gaabin badan sameeyna ha ka daba yimaado, ha soo dhaqaaqo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala intaa hartay allahna waafajiyo. intaa kadib ramadaanku sidaan sheegnayba wuxuu jaamac ku yahay dad badan oo aan horey loo arki jirin baa hadda masaajidada fadhiya. ramadaankii baa soo kaxay oo keenay dad badan oo guryaha fadhin jiray oo salaada juwaan ku tukun jiray, salaada loo yaqaan salaatul juwaan tukun jiray, baa ramadaankii intay isku xishoodeen oo ka xishoodsiiyey ii soo baxeen. taraawiixday yimaadeen oo cishihii bay yimaadeen oo maqribkii bay jamaaco ku soo tukudeen. ramadaanku dad badan oo gacanta inay wax ka bixiyaan ay aad ugu adkeed, lagaba yaaba 11 bilood inay odayaal xoog ugu qaadaanoo gargar baa lagugu soo qoray, iyo hebel baa xanuunsan iyo hebel baa baahan inay wax ugu qaadaan oo odayaashaad ugu jigood wax ku bixiya mooyaane, si caadiba laga yaaba inaad wax u bixinin, baa ramadaanka wax badan inuu bixiyo ayuu ku qasbayaa. sababtoo ah goobaha uu yimid iyo ummaddu soo dhex galay baa wax bixinayso, waxna la baxayso, halkaasuu marka ka baranaya. ramadaanku wax bixinta uu marka ku baraya waa akhlaaq wanaagsan, waa akhlaaqaadka uu ku baraya qayb ka tahay. siduu sheekaba ka hadlay in wax la bixiyo ramadaankana waad ogtihiin la mid maaha bilaha 11 kale la mid maaha, waa lagu labalaabaya. intaasoo jeer 100 jeer baa lagu labalaabaya, waa qodobka koowaad wey. qodobka labaad wuxuu ku barayaa ramadaanku sidaad ilaahay u caabudi lahayd. dad badan baa laga yaabaa guryahooda markay joogaan culimmadii lama kulmaan, goobaha dadku wax loogu sheego wax lagu barana inta badan kama qayb galaan ama maba yimaadaan, halkaasay naftooda iyo shaydaan ku hayaan oo ku waaridaynayaan. masaajidkii goobaha cibaadada oo dhan bay ay ka ilaalinayaan ramadaankii, maadaama marka shayaadiintii waaweyneed la xiray, dad badan baa marka guryihii ka soo baxay masaajidada yimaadaan, goobaha dadka diinta lagu baraa yimaadaan, axkaamtii ramadaankii iyo salaadii iyo xajkii iyo qaraabo xiriirintii iyo dariska iyo xuquuqda waalidiinta iyo midda caruurta iyo midda macnaha saaxiibnimada dhammaan oo culimmadii ahlu khayrka ay isbarayaan isu sheegayaan bay qayb ka noqonayaan. horey uma ogeen arrintaa, mana la soconin wax badan oo ka mid ah taleefankooda iyo waxay u dhexeeyeen iyo gurigooda iyo shaqadooda. marka waa madaraso ku barayso diintaadi si guud ahaan bay kuu baraysaa. waxaad ogtihiin ood adda aragtaan oo indhihiinna ku aragtaan, ramadaanka marka la gaaro dad badan baa masaajidada yimaadaan, masaajidada waa buuxsamaan, dadkaa badankooda markaad aragtay qaabkay salaadda u tukunayaan waxaad isleedahay maxaday soo islaameen. waa deriskaado, waa ina adeerka, waa ina abtiga,
waa walaalka waa walaasha waa hooyada waa habaryarta iyo wax la mid ah laakiin markay qaabka u cibaadeysanayeen aad aragto waxaad is leedahay maxaday talow soo islaameen qolyaha carabta ba waxay aaminsan yihiin wax allah wixii afrika ku nool oo dhanba inay hadda soo islaameen xataa maalinba waxaan xasuustaa mid baa galaas noogu yimid annagu wuxuu nagu yidhi mataa aslamtum goormaad soo islaamteen islaam goormaad soo gasheen ya marka waxaan ku keenay war dad badan markay cibaadaysanayaan markaad aragtaan waxaad is leedahay mataa aslamuu goormay soo islaameen waxaana laga yaabaa hooyadii iyo ayeydii iyo ayeydii kale iyo abootadii intaa soo qarni baa laga yaabaa muslim bay soo ahaayeen soo sax maaha laakiin maxaa keenay inay heerka marayaan waxaa keenay kama warqabaan goobihii cibaadada iyo meesha diinta lagu barto iyo axkaamta wax badan kalama socdaan laakiin maanta waxaa keenay oo qaladaadkooda in la keenaba macnaha fududay ramadaankii madarasatul ramadaan baa fududaysa markaa si guud ahaan cibaadaadkii bay baranayaan si macnaha faahfaahsanna waxay u baranayaan salaadii culimmada mar nin walba wax sharxaayo ayay haddana ka faa'iidaysanayaan sidaa oo kalaato waxaad ka baranaysaa oo akhlaaqda wanaagsan ka mid ah siduu sheekh faaraxba soo qaatay alla ka cabsiga dadka wanwanaagsan qaabkay ilaahay ugu cabsanayaan qaabkay macnaha waxa weeye cibaadaysanayaan qaabkay isu ilaalinayaan qaabkay isu ururinayaan qaabkay ramadaankooda u waaridaysanayaan oy u ilaashanayaan baad aad ka barnaa qofka waana maqsuudka iyo ujoodada iyo qaayada iyo hiigsiga laga leeyahay ramadaankana taa weyn sida aayadda uu sheekhaba soo qaaday lacallakum tattaquun haa in la cabsado maqsadka iyo halka loo socdo waa meeshaa weyn oo ramadaanka loo socdo waxaa ka mid ah akhlaaqda ramadaanku ku baraayo assabar assabr waaltaxamul inaad dulqaad baad baranaysaa dad badan 11 ma awoodaan bilood inay masaajidka 20 daqiiqo dhex fadhiyaan ama ay juz qur'aan akhriyaan ama ay adkaar akhriyaan ama ay macnaha ducaystaan ama xaalad masaajidka ka socotay wax ka ogaadaan ma awoodaan marka ugu dambe waxaa laga yaabaa kuwa badan oo ka mid a masaajidka qofka ugu dambeeya soo galo oo weliba meesha waddada ay ku tukudo inuu noqdaa laga yaaba markii la baxaayana kan ugu horeeya u baxa inuu noqdo laakiin ramadaanku masaajidka ayuu macnaha ku celinayaa markay ugu yartahay waa dhex saxanayaa hadduu wax kale sameyn waayo wuu dhex saxanayaa masaajidka qaabku u yeelo intaa uu jiifo waxaa laga yaabaa bal masaajidku inta siduu u yaalla keliya inuu bartaa laga yaabaa masaajidkeennan hadda qof daris la ah baan maalin yaa masaajidka soo wada galnay nin imaamka salaadaha jahriga tujiyo oo laga yaaba hadda 10 sano ka badanba inuu na tujinahayo ayaa sheekadiisa aan kusoo qaadnay ninkaan markaa wuxuu yidhi weligay wejigiisa weligay banaantiis ma arkin buu yidhi ninkaa masaajid tukunaya tujinaya meeqaa sanaad ku daba tukunaysaan ku yidhi 10 sano ka badan buu yidhi weligiis ma arag weliba maaha ninkaas nin caama ama waa nin jaamacad soo dhameey waay jaamacad islaami nin soo dhameey buu ahaa wax dagaalna kalama dhexeeyaan yaa la soco dhankaa ha u kaxaynin wax dagaal ah ood wa arki wayna ma jiraan markaan waraysta laakiin waxay ka tahay leesinimo waxbaa dhihi karnaa waxaa laga yaabaa qofku ugu dambeeya soo galo masaajidku ahaan jiri kan ugu dambeeya waxaa laga yaabaa masaajidka qaybta hore uu lahaan jiri intaan la duminin weligiisba macnaha nasiib uma yeelin inuu galo marka hadday ammaan tahay iyo hadday macnaha waxa weeyaan ay tahay dhaleecayn tahay oo wax laga fiican yahay ay tahay idinkaan iin daynahay marka dad noocaa u nool ayaa jiro dadkii iidaah ramadaanka wuxuu baray dadka horta dadka tujina hataa inay bartaan
قابك الله لو سجودة الله ركوعة حتى إنه برتان أيوه سهلي سيد كيف يكون نغانه انت أسو مركو وحوب بار إنه قدو القاتان أو بارت جزء قرآن انت لغا أخرنا مسايد كفردين كران أو انت حقا إلهي لغا بريا مسايد كفردين كرو لغو نغان كرو أيوه رمضان كبرايا وحياله رمضان كأخلاقاتك وإنك سنوذتك براو حاكمي ذا رنت إن إلهي رون الله شيغو إن أدوما ذا إلهي رون الله شيغو إن النفط هذا معنى رون أشيكتو بينتنا أتكفو قاتو أيوه رمضان كبرايا بين مركز ذاتك اللي سوق هذا كليه وحيوها يستان كوابضان إن أفك هذا واحد بين أي كسب بودان كليها بيوها يستان سيدانا ما بينتو قفك إلهي بو بين شيء كره محيي للمسلم مركز نغطي والإسلام كأد قادتي أما أد بكور دلتي وحد معناها إسلام قال لما أتكلا ساري كرت أتسوق قاردي بلان وحد إلهي لقى شيء إن إلهي وهو قان سميس مقع وحد قادتي مسلم هو سماكم المسلمين مقع أساس قادتي مقعي القادتي معنيه سوحوي الإسلام والاستسلام لله إلهي اللي سبب الله قان سموي مركب وحاد إلهي بلان كل قشي إن أدوه قان سميسو أو وحو كاري بعد كهاريسو أو وحو معناه وحوي وكفر الله إيمان يسو أيو إلهي بلان كل قشي بلان تئيده تكوي توانك بلوت داد بدن كما صبيحي كران سلاة الله قتكو مدو جماعة لغو سو تكودو تو جوان لغو تكودو حقا لغبودو حشكو هدو واجب اللو قنبيو حقا قرابة دو الحريرين وايو قلب كاسكا بدن قف توس وغو سو بحايا اما انتي تبرتي سد دالايو ووسكا يريا لكن بيش رمضان مركا لغارو داد بدن بلانت الهي اقادن وكسو بحايا ويسو مايان صانك معنا وحبرا يا إلا صومه وحبرا يا صانك هذان واردي إلا غبط اللي واردي والرباح هذان اللي واردين أم بنت اللي جي إلالين أم حنك اللي جي إلالين أو خيانة اللي جي إلالين أو حزامر كان اللي جي إلالين أو حرام تان اللي جي إلالين وحدان هذان اللي جي واردين وحن نقنا ميد إبرة أو بالال أنكو بوب عن لهن أيو نقنا كي النبي وشيك عليه الصلاة والسلام أيو نقنا أوها رب صائم ليس له من صيامه إلا العطش والجوع قف صارنا بدنا أو صانك أن كفى إذن مرك صانك أودا ماضي أما مرك يحبين كلا فربا هن نقطه جاء يأون مويان أنت أصل صانك إذا كفى إذن فإذا كلام ملك صانك كم بور وأجرا أو بري صاق الله لديه ما لكن صل بارا أو كبو بلا ما صون معناه وحيدين عن ذلك الحمراي دين عن سوق هذيل جو وحلي الزمرناي دين عن حارنة الله فكناي دين عن وحوي بنت الشيعاي أو حانوت اللو قرب وضع يوم نقضي مرك جاجي يأون بلقى فائدة سنة رمضان كمرك محوك صم محنا محوك وصمينا يا وحاصرنا بكاء إلى لنا إلهي بعد مرك الروم الشيعي سا نفط هذا بين أم الشيعي سيدو وح صحة وضع آخرية دون بكوبة بادي كرتون أياد نفط هذا الصمينيسا مخلوق بين أم الشيء يسوع معناه صون كادي بدوارد دي سنيسا صون كادي أياد وارد دي سنيسا سي صون كلو وارد دي يوم أيو نبي وحير عليه الصلاة والسلام حد يقف كين قف أم عقول الدرر أو شاتمه آدم عم أو عايو أفلقات دي يوم حاكده إني مرؤم صائم أنا وان صومنا صون كبا وارد دي لقاها هدي قفك عايتمه لا عايتمه كي دغالمه لا دغالمه كي لو قاده لو قت لا قاده كي غان قاده غانت لا قاده وحا ميش كسو بخيسو سونكي انو معناه وبابا تكوا لا واردينا سي الهي رون لوغو شيغو نفتا اذرون اوغو شيغتو مخلوقات كي اذرون اوغو لا دغانتو ايا لا اله الا الله انت ايو انك سي بدل ايو رمضان كي كبرايا أخلاق دو وناكسن إن لبرتنا أيضا سيقوني هانا أي شراعة دينا أي أمانتي
nebigu waa kii dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam macnaha qofka ani igu macnaha qofka inkugu wanaagsan wa min axabbikum ilaya qofka aniga agtayda loogu jecel badan yahay uga macnaha majlis ahaan igu dhow waa qofka inkugu akhlaaqda wanaagsan. Marka walaalayaal, waxaan la rabaa oo naftaydii tiini baan kula dardaarmayaa akhlaaqda wanaagsan ee kala duwan oy ka mid tahay xaaraamta oo laga fogaado, oy ka mid tahay runta oo lagu dadaalo, oy ka mid tahay sabarka iyo dulqaadka, oy ka mid tahay qaraabada oo la xiriiriyo, oy ka mid tahay Alla oo laga cabsado, oy ka mid tahay dadka in layska cafiyo, layska saamaxo aan ku dadaalno. Ramadaanka akhlaaqdu waa wanaagsan oo uu ka baraa waxaa ka mid ah sidaad macnaha waxa weyn Ilaahay ugu soo laaban lahayd. Tawbad ayuu ku barayaa qof kastoo muslima inuu Ilaahay u tawbo keenaa laga rabaa, ama dembi weyn ha galo ama mid yar ha galo, ama dembi u xasuusta ha galo ama mid aad xasuusin gal. Bila aadan baa tahay marna kama maarmaysa inaad khalad ku dhacdo, waa ku qasban tahay. Kullu min aadam khataa, nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina aadan dhammaantii waa mid gafid badan, waa mid gafaata maaha, ee waa mid khaladaadkii gafataankiisa ay badihiin weyn. Laakiin yaa ugu fiican wakhayru lkhataa'iina attawaabuun, kuwa ugu fiican waa kuwa soo laabta weyn ee laabashada badan, aan ku dadaalna laabashado, aan ka fogaanna khaladaadko, aan ilaashanna ramadaankeenno, aan xariirinna qaraabado, aan garab istaagna dadka ducafada iyo masaakiinta iyo fuqarada. Waxaan rabaa gabagabadii dhowr arrimood inaan naftayda iyo tiina u dardaarmo si aan waqtiga ugu faa'iidaysanno, aan waxbaba insha allahu tacaala aad ugu sii fogaanin. Afurkuna waa dhow yahay, culimo kalena waa isugaysan. Kow, waxaan naftayda iyo tiina u dardaarmayaa dhammaan wixii qaladaad oo naga dhacay waxaan ogna ha noqdeena, ama waxaan ogeyn aan noqonno ha noqdeena, ama aan xasuusnaanno ama yaana xasuusnaanin inaan tawbada ku dadaalno oo Alla u laabashadaan ku dadaalno. Sidaan horeba u sheegnay, bini aadanaanaan wax kasta waa naga dhici karaane, qof macsuumeena ma jiree aan ku dadaalna tawbada. Qodobka labaad, aan ka fogaanno waxyaalaha muxaramaadka, gaar ahaan suuqo iyo dadka suuqleyda ah. Si gooni ahaan waxaan leeyahay, wax isdabamarinta iska ilaaliyo, khiyaanada iska ilaaliyo, qashka iska ilaaliyo. Qodobka saddexaad, si aan fursadahan ugu faa'iidaysto, waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta ah ama mas-uul dowladeed ha noqdo ama mid ummadeed ha noqdo ama mid xafiis khaas fadhi ha noqdo ama mid xafiis guud fadhi ha noqdo, ee arrimaha dadweynaha gacanta ku haayo, arrimaha dadweynaha oo nooc kastaba leh, Ilaahay lagaga cabsado. Gaar ahaan xoolaha dadweynaha ay leeyihiin, nin walow intaad iska ilaalin karto iska ilaali. Xoolaha dadweynaha yaan xoolo laga tacbanin, xoolaha dadweynaha yaan guryo laga dhisanin, xoolaha dadweynaha yaan sida xoolaha khaaskood adigu leedahay yaan loola dhaqmin. Arrintaa Ilaahay lagaga cabsado. Ama nin dowlad u sarreeya noqo, ama mid maxalli dhahaa ka hooseeya noqo, ama mid ay dad soo doorteen noqo, ama mid isaga ismagacaabo iscaleemo saari noqo, ama mid maxafiis yar loo dhiibi noqo, ama mid shirkad u noqo macnaha u shaqeeya noqo, ama mid macnaha waxa weeyaan kasii hoose ka shaqeeya noqo. Xoolaha dadweynaha ay leeyihiin, nin walow intay kaa badbaadi karaan ha kaa badbaadeen. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illaahi falahum annaaru yowma alqiyaamati. Wuxuu yidhi rag ama dad baa waxay iska dabaalan doonaan xoolaha dadweynaha. Arrintaas haddana aad bay u jirtaa, waad ogtihiin. Ninkii maanta xafiis yar loo dhiibaba
maalmo kadib inuu guriga weyn iska taagto isagoo la yaqaan mishaarkiis in xoolihii xafiiska soo mara ee dadweynaha loogu talagalay in dhexda laga leexiyo oo suuqyada la geysto la iibsado oo ganacsatada laga iibsado oo suuqleyda laga iibsado arrintaa inay xaaraam tahay hadhowna naar lagu mudanayo nin walba ogyahay waana arrintu nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam inay dad waxaa samayn doonaan dad baa maanta soo baxay oo ku faanaya sida xoolaha dadweynaha loo dhici lahay waxaad maqlaysaa hebel hal sano ka hor ah xafiiskaa loo dhiibi mishaarkiisu waxaan ahaydna ma qaato haddana maanta daaro ayuu dhistay arrintaa calaamatu su'aal bay keenaysaa irsaaqda ilaahi waa waasic meelo badan bay wax kaa soo geli karaan laakiin calaamatu su'aal baa imaanayso iska ilaali ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illaahi macnaha yatasarafuuna kayfa yashaa-uun siday rabaan bay u gudgudinayaan wax laga xishoonaa ma leh sida xoolihiisa isaga u shaqaysto xoolaha dadweynaha loo cunaa guryaha laga dhisanaa waa lagu xajinaa waa lagu cumraysanaa waa lagu dalxiisaa waxa ilmaha lagu biilanaa sida xoolaha oo isaga soo shaqeeya uu ku soo dhididay ahaan baa loo isticmaalaya falahum annaaru naar bay leeyihiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamadu dadka iida ilaahay ha lagaga cabsado ee dowladaha dadweynaha waxay wax ugu qaban la'yihiin waxaa lambar kow ka ah dadka shaqaalaha dowladda waa midka ugu sarreeya ilaa kan ugu hooseeya xoolihiiba intoodaysa soo dhaafi laayihin xoolihii dadweynaha loogu taligalay waad la yaabaysaa markaad waraysataan xafiisada dhinka xildhibaanka xafiiskiisa inta dhaqaalo lagu bixiyo waxaad maqlaysaa dhaqaalahan dowladdaa bixisa oo maxay yihiin waddooyinkaa loogu taligalay waddama dhiso oo kuwaana maxay yihiin abaaraha loogu taligalay abaar dad macnaha looguma gargaaro oo kuwaana maxay yihiin caafimaadka loogu taligalay caafimaad dadku waxba loogama qabto oo kuwaana maxay yihiin biyaha loogu taligalay iyo inay dadka biyo ku cabbaan biyo laguma siiyo oo kuwaana maxay yihiin dadka masaakiinta loogu taligalay maskiinna waxba lagama siiyo kullu dalika intaadaa ku baxaysa waa xoolihii maalin walba qasnada dowladdu waa ka soo baxaan laakiin xafiiska ma soo dhaafaan xafiiska ma soo dhaafaan xoolaha meesha ku baxaya markaad aad aragto waddooyinkaa la dhisi karaa oo caafimaadka la hagaajin karaa oo biyihii baa la hagaajin karaa oo masaakiintaa kulliya wax loo qaban karaa oo nin walba wax loo samayn karaa oo goobaha caamka la dhisi karaa laakiin xafiiska ma soo dhaafaan marka waxaa loo isticmaalaa sida xoolo caadi ah mishaarkiisa ahaan buu u isticmaalayaa xoolihi arrinta noocaas waa arrin khatar weeyaan waxaa kaloo naftaydii tiibin u dardaarmayaa war dadka masaakiinta iyo dadka macnaha waxba haysanin iyo dadka iska baahan ama kuwa muuqda ha noqdeena ama kuwa qarsoon ha noqdeene haa laga warqabo gaar ahaan ramadaanka dad baa waxay ku afuraan haysanin adna waxaa laga yaabaa gurigaado in laga gaariga uu ka qaado maalin walba sambuuskii iyo canjeeradii iyo bariiskii iyo wixii soomaalida u cuni jirta waa taqaanaa oo isdul saaran baa lagaa aruuriyaa adiga subaxdii kuwana waxay ku afuraan bay la'yihin waxaa kaloo qoontaydii naftaydii tiini baan u dardaarmayaa in cibaadadan aan bilaawnay salaatuleylka aan bilaawnay cibaadaadka qur-aan akhriska aan bilaawnay sida culimmada iga horreysayba ay dardaarmeen inaan sii joogtayno wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin ilaa geerida kaaga timaado wuxuu nebigu alla yidhi subxaana wa tacaala rabbigaa caabud maxna cibaada ha la joogteeyo ilaahayna wuxuu ugu jecel yahay acmaasho tii qofka u joogteeyo marka soonkii aan bilaawnay yaan noqonin danta ramadaanku kilix ilaahay caabudo allihaan caabudi jirni ramadaanka ramadaan kayrkiisna waa jiraya waana jooga xayun laa yamuut marka aan joogtayno cibaadaadka kalada duwan oo aan markaa aan bilowno gabagabadii waxaan leeyahay oo taydii naftaydii naftiina baan u dardaarmayaa inaan ku dadaalno dadka wan wanaagsan inaan ku dayanno dadka wan wanaagsan inaan la saaxibno qur-aan akhriskaada hadduu yar yahay dadka qur-aan akhristan badan la saaxib cibaadaadka sunanka aad tukunaysa hadday kugu yar yihiin taajuudka leh oo taraawiixda leh oo sunanka kale leh
dadka arintaa ku dadaala saaxiib la noqo adkaarta iyo tasbiixda iyo alxamdulilaahi iyo astakfurta dadka macnaha aad u joogteeyo dadkaa saaxiib la noqo dadka xagga libiska iyo wanaagga waxaana ku fiican saaxiib la noqo dad ahlu khayrku mar walba khayrku u ordo oo u degdego dadkaa saaxiib la noqo man tashabbaha biqowmi fahuwa minhu watushaaqu noo sheeg shaaciirkana waa kii dhihi jiray وإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا فتشبهوا وإن لم تكونوا مثلهم ورسوء كيسية تتكون ون ونأكسن حق الله أدكتوه ميسان إنا إنكي قدويهين إددالك بضن ياد بن نقوني نداربتان أيق الله مدعم نقوني أما أيق هذا اللي من نقوم ويسان سكوا كيسية فتشبهوا بالكرام فلاحوا إنا تتكون ون ونأكسن أدكو ضيطو ورسوء كيسيسو oo ayaga kaag dhawaato ayada nafteeda ayaa waxaa weeyaan aba guul ah nebiguna waa tuu sheegay calayhi salaatu wasalaam mathalu aljaliisi asaalixi waljaliisi asuu'i ka macnaha ka xaamil almiski wanaafiq alkiil o kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofku wanaagsan haddii lala fadhiisto oo lala saaxibo oo lagu daydo wuxuu ka dhigan yahay qofka catarada iibiyo adigoo la fadhiistay oo ka agdhawaaday qofka catarada iibiy maxaa laga helaa صدح الريموت صدح دوا فايده اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد ريحا طيبه ان هذا معناها صدقاهان يا هديان كوسيو كير حبدا عذركا بل كع مساجد كي مركا ميلها تجي سمرصو ايضا هو فايده اما ان تكيب ستو ادغو ايضا هو فايده كلو لبدا من هدي سدعين انت لا جوقتو حبا سو اوري مايانا حبا عرف وناكسن أياد ودك سري سويا مركز جزاكم الله خيرا وإن كنت ديري إلهي سبحانه وتعالى دم بقين الله دافو دم والد كان الله دافو رمضان كوية كفا إذي استو ودم بقوض الله دافو ونار تلقى حرين الله نقدقو ولا لدي معنى الله نقدقو ولا لدي دباتي سنة أو معنى الله باب إنا يو أو فلسطين أي كو كتاير إلهي أقرقار سبحانه وتعالى معنى هذا وقانا الله جيبيو صونك الله نقاقبرو أعماش كلون أن الله نقاقبرو إلهي سبحانه وتعالى بش دمات كذا نبدي عاف ما الله نو قارسي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله إلهي سبحانه وتعالى ومركه رمضان سكله إلهي نظر لو سو قارسية بشن بركي سم نغو عافمات قبنا هو إيمان يو إسلام نمو يو توفيق يو هداية وإله سبحانه وتعالى نغو من نيستهي عافمات يبت قبنا لو سو قارسية إله إقابة مهدد جل في علاه إذا كدب إن مشايخ دي قهر إيبا وحو البدميي إلهي سبحانه وتعالى أجرا كسيو كلمة دي كلموين كي قيمة بالنائي نوسو تشيدين إلهي سبحانه وتعالى ميزان كودا حسناتها أوبوه أنقنا هنقايا يلو من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هو هذا الكيتي دقيستان كيس سنة قاتوه رقما أحبابي في الله انت يرى وقتك كارسن وحان اسكو بارروجينينا ان شاء الله تعالى ان تروستا لغا فايديسن هي بشن رمضان وبيكو ودا صعب سنايين كلمدو درسي دروستا كم اذا او انسلي هي وحاوي وي وهبونت هي ان مر والبو لا حسوستو اما ما رتي درسي جاسي لا المانكا لغو هيو علوم اذن اي كتريان با مقاسد صنك مقاسد ديسا
loo jiday inay ka mid tahay, taasoo ah in la gaajoodo, in la haraado, in masaakiintii la xasuusto, in dadkii danyarta ahaa ee maalin walbo aanan heli jirin qado iyo quraac iyo casho saddex wajba ah, in bal xaaladooda la xasuusto oo qofku markuu gaajo dareemo maankiisa iyo xiskiisaba u geliyo dad Ilaahay abuurtay oo muminiina oo muslimiina oo waddanka iyo afka iyo maaragtay sijiyadaba la wadaaga inay jiraan oo weligoodba adduunkaas badan aanan heli jirin inay jiraan. Taasoo inoo geynaysa axibati fillaah bal in la xasuusto adduunyadan iyo in laga zaahido adduunyadan iyo bidhbidhkeeda inaanan la israacinin. Adduunyadan waa adduunyadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka yidhi qur-aankiisa, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. وَارْتَضَوْا إِلَهِي كَبَّقَ رَبِّكِ كَبَّقَ كَانَ بَقَى مَالٍ وَقَفْكَ وَالِدْكَ أَهْوَالِدْكِ سَوْنَ وَحُتَرِ دُونٍ qofka waladka ah la dhalayna waalidkiisa inuusan waxba u tari doonin maalintaasi ka baqow Ilaahayna leeyahay. Ilaahay abuhiisu waa mid dhab ah, waa mid loo tegi doono. Intii khayrka fali jirtayna janna loo ballanqaaday waa loo tegi doonaa. Intii xumaha samayn jirtayna cadaab baa loo ballanqaaday oo way u tegi doonaan. Falaa taghurrannakum alxayaatu addunya, yaysan idin dagin noloshan adduunyada ee liidata ee dhowaysan idin dagin buu Ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. Walaa yaghurannakum billaahi algharuur, ilaahayna yuusan idinku kadinin midkii kadiska badnaa ee shaydaanka ahaa, yuusan ilaahay idinku kadinin, adduunyaduna yaysan idin kadinin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan buu adduunyadan kaga hadlay qur-aankiisa, isagoo muuminiintana uga digahaya inay israaciyaan bidhbidhkeeda iyo dhaldhalaalkeedana inay israaciyaan. In badan buu Ilaahay qur-aankiisa ka digay. Waa ku Ilaahay leeyahay kalaa bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira, ma waxaad ka jeedsateen ood ka tegaysaan. Waxaad jeclaanaysaan buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay oo jeceyshihiina door bidaysaan midda dhow ee adduunyada ah waxaad ka tegaysaan oo aynan damba ka gelaynin middii laydin abuuray ee aakhira ahayd. Waqtigoo iska kooban owgii, waxaan rabaa inaan si toosaba ugu daadagno tusaalayowga muhiimka ah ee adduunyadan ka saahidkeeda ah. waxaanu kaga bilaabaynaa rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam, xabiibullaahi wasafiyuhu min khalqi, ilaahay midkii uu doortay weeye, ilaahay xabiibkiisi khaaska ahaa oo dunidan ka doortay weeye. Nabigu sala allahu calayhi wasalam, curidat calayhi mafaatiixu kunuusi dunyaa, waxaa loo soo bandhigay furayowga kunuusta adduunyadan aad aragteen baa loo soo bandhigay. Falam yuridha walam yakhtarha, nabigu sala allahu calayhi wasalam ma uusan doonin, damacna kama gelin, wuu iska diiday. Waxaa loo soo bandhigay, waxaa la yidhi nabi allow, ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku dooransiinhaya, ma waxaan kaa dhignaa boqor nabi ah sidii ambiyada ilaahay qaarkood ay ahaan jireen. Boqorro iyagoo ahba ambiye laga dhigay, mise waxaanu kaa dhignaa nebi oo aanan boqor ahayn oo addoon ilaahay ah? Nabigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu doortay, wuxuu yidhi bal akuunu cabdan lillaah, bal akuunu cabdan rasuula, waxaan noqonhayaa addoon ilaahay oo rasuul ah ayaan noqonhayaa.
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحابي ويناي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبي تري وحويري وعكورنا يا نبي صلى الله عليه وسلم وحويري والذي نفس أبي هريرة بيدي إلهي وحن قدرت يا أبو هريرة نفتي سويق عنتي سكوشرتي ما شبع نبي الله وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا نبي إلهي محمد أها يا أهل كيسي أو دنبا ما إن كدر جن سدح مال موضو حكتا ما إن كدر جن من خبز حنطة حتى فارق الدنيا خبز جاء ما كبست لقسم يا قمنديدا وواجا سلعوني شري يعني وحي واجا يعوني شرين وي خبز جاء دركتان سدح مال موضو إسحيق النبي محمد كما وسن درجني أهل كيسو طهنا إله وإله سبحانه وتعالى كأوف صدي والدنيا ذن وسجدت جي أنا سحوك ورني الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وحير ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا شاة سميدا قط حتى لحق بربي نبي صلى الله عليه وسلم كبست سيدا أجل عسانة هدى أتكت فننتين إيات كالوجل شلعين هيو يهيلب كان سيدا شلعسان لوكارين هيو مدنا بموسى سوغا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الى الهي كوف صدي عائشه وحيلا ذهي ما شبع ال محمد منذ قدم المدينه من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض سدح مال موضو اسحيغا يا محمد سي قيس دن ويهين ما اين كدر جن سدح مال موضو اسحيغا بركة أما شعيرته أما قمنديده وحيابها اللي إلى هذا كبست لقى سمية إذاك حنان قوتان وبيشان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حليه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يجد من التمر من الدقل ما يملأ به بطنه وحان أركيون سوغاري نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنتور أن شوغهيه أو قبلك أدعي يسقون هلي كرين تمرت تيضا حنت أهل دخل كليلة حتى سقون هلي كرين سيؤ عنا أو علاشة وقبل يسدو ابن عباس عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعات طاويا وأهله لا يجدون عشاء رسولك اللو هو أهانشري مدبريا هبينو كوحه أو إسحيك حيقا إساقو بغلالان إساقو بغلالان إساقو إيه أهل كي سبا أيوانا نهيلي كرين وحيكو عشايان عائشة رضوان الله تعالى عنها وحيلي ضعي والله ما رأى المناخ لمذ بعثه الله حتى قبضا كذا وحكى له مناخشة وحلى إلى ذو حيابهن مس كذا مركل الشيء اللي هو كلا شقشقه منخل كلا إلى ذو نبي الله موسى سو قارين إله وإله سبحانه وتعالى فأوصى وحورن شرى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا إله يوحد كياشا رزق أي قوتان ري محمد سي قيس يهيم با رزق أي قوتان إلهي وحد كدك تقود أفجلس مال وحي أفك جليان أما هل وجبه أما يعني هل شير وحي عنان إلهي وكيل نبي صلى الله عليه وسلم مال انتي خندقة والحسوستان أبو طلحة وحليه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع وحن نبي أشيغ النبي لي gaacho iyo maaragtay in gaacha aad u daran oo naqabtay maalintii khandaq maalintii ciidankii maaragtay muslimiinta ay gaalada ku hor fadhiyeen godki weynaa ee magaalada madiina dhankeeda laga jeexay gaalada lagu hor fadhiyay dhan badan ba jirtay inta yaraan badan ba jirtay way gaachoodeen saxaabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaar kamida marka nabiga ayaa baareen oo nabiga u tageen waxay u sheegteen gaajadii haysay marka warafacna an butunina hajaran hajara marada ayaanu ka feydnay calooshanadi
نين والبو انغا انغا ميد اه دغخ بو علوشو كو سيتايو دغخ بو علوشو كو خيداي قوفو ماركاي غاچادو كاتان باديسو او بوغيسو وبن ولالمو علوشي سونا اي مدانتا هاي هو سو غوتا او لا انتو هاو دير علوشا او مدان ماركا جيركي سي ديلي تيرانتي بو واي هيا كاو سو غودانيا ساسو سو غودانيا sida qansadibu u soo godanaya marka dhagax baa lagu xidhaa markay gaajadu ugu badato anagoo min dhagax ku xidhanay ba nabiga u tagnay wi nabi allo waana aragta balna arag yani waxana haysta farafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an batnihi hajarin nabi allah sallallahu alayhi wa sallam isnaw iska faydayo waxa ugu xidhan ba laba dhagax annagu dhagax dhagax baa noogu xirnaa isaga laba dhagax baa ugu xirnaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam an umar radiyallahu ta'ala an wa halaga wii wuxuu dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muttaki'un ala hasirin qad athara alhasiru ala janbihi sharif sallallahu alayhi wa sallam nabiga an u galayo waxaan ugu tagay isagoo ku saaxday waashi galaha loodan jiray wa sijaayad aw laga sameen jiray oo maaragtay dabayga wax la dhigay haweenka ayaa sameen jiray galaha la dhigay jiray galahaas nabi allah ku jiifa ayaan ugu tagay galihii baa markaa wajigiisi saameeyay ilaa dabayl bay ka sameysan tahay oo way kuus kuus madan bay leedahay markaa dhabankiisi sharafta badnaa oo wada raad maydana ayaan ugu tagay buu sallallahu alayhi wa sallam makaas aan ku yiri ya rasuul allah anta fi hada wa faris wa rum ya'bathani bid dunya wa hum ya'buduna ghayra allah nabi allah adigi ilaahay ku doortay ma sida ay xaalkaagu yahay faris iyo rum walabadi boqortooyay oo waayay dunidana iyagoon ilaahay rumaysnayn baa dunyada sidaas ugu dhaxmaanad ugu bootin dhisanayaan فكان النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه وجهي سايا ازدوريي مركو حنا قو غدودن جيري بالي عصام بن غنشري مركا وحو يري او انت في هذا يا ابن الخطاب عمر وما ذي با سدا اله اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرى او كما قال عليه الصلاه والسلام عمر ومدهاسي وامده لو سو ددجيي مع معان كودي با الدنيا لو سو ددجيي وي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الرالي كانه قنين ان يغنا الدنيا لو راحيو انغنا الى سبحانه وتعالى اخرين نو راحيو ميا ذا الرالي كانه قنين عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم اي وجدي با انه اندها كتاغ قومكاس يا وها هي هيستان ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى كنت باليدي دهاك وحان اوغ راحيناي بدبدك الدنيا ده هاد بنوعا وحاول لنفتنهم في وان كوفيد 19 وكوفيد 19 قالوا دو ادركت واخا هوريا مال ادون كان بو اسليه كفر قبصو sidi gaalkii inaad u noolaato ma walaalayaan gaalka wax ka horeeya mala adduunyadan si kastoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuugu fidiyo iyo si kastoo ilaahay kuugu ballaariyo inaad naf ahaantaada uga zahido wey faqri iyo maaragtay wax la'aan kaliya tama aha zuhdigu zuhdigu adigoo maal leh oo iska ladan bad adduunyada ilaahay ka zahidi kartaa saas darteed sayyidina cumar ibn al-khataabi radiyallahu ta'aala anhu darsiga ayuu qaatay xilligiisi wuxuu noqday boqorkii ka talinayay dhul ku fidsan saddex qaaradood oo dunida ka mid ah maca dalika kaana min azhadi nnaas dadka ugu zaahidnimada badan buu ka mid ahaa markii la soo gaaray sanadkii caamu ramaada sanadkii abaartu ay dhacday ee jaziiratu lcarab weliba xijaaz iyo agagaarka madiina inta badan ay abaar ku habsatay abaar aad iyo aad u inkaar rayd bay ahayd
oo dad badan ay ku baabaceen oo ku leedeen ayuu sayidina Umar ibn Khattab isaga markii horeba zaahid ahaa cunadii buu ka soomay marka calooshiisii baa waxaa la yidhi qururuuc bay dhihi marka wax uu geliya ma leh uu gaajoon hayaa markaasuu calooshiisu la hadlay wuxuu leeyahy qarqirii aw laa tuqarqirii ama qururuuc lee ama ha qururuuc leynin wuxuu odhan jiray khubzi kibis aad iyo aad u ingeyga oo qallalan ayuu maaragta wuxuu ku cunayaa saliid madow markaasuu leeyahy wallaahi ayuha albatnu latamrunanna cala alkhubzi waalzayt maa daama tibnu yubaacu bilawaaq ilaahay baan ku dhaartay calool yahay waad la qabsan doontaa oo waan kugu khasbi doonaa kibistaa qallalan ee ingeyga ah iyo saliidda madow waad la qabsan doontaa inta waxaa kibista laga sameeye suuqa burka lagu iibiyo uu marahayo awaaq jamcu uuqiya yacni uuqiya dhan oo dahaba intuu qaaliyoobay oo qaaliyoobay xilliyada abaaruu dhacaan cunaduna yaraato wax walbuu qaaliyoobahaya inta yartahayde intaa sacabka alleekayd baa lagaa siinayaa intaasoo kun inta intaas uuqiyadood oo dahaba uu marahayo tibnigii adigana gaajaad قاتشدا يا الله قبسان يساوي نقص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ان اهل كي سبا كو قيل يو حيد ان دادي مدحوينه مسلمين تاياتا ما رين با لغاغا باهن يحي الى دو تاغناتو ددكن عنتودودا يو ما ارغتي كامم تي لو سميي يحريوين واوين ايا لو قودين هيا وبيد مالكي مسلمين تا انت عنتا هيدي كو جيرتي با ما ارغتي لكلا horahayaayo dabab waaweyn baa la shido dheeriyooyin baa shidan oo maantoo dhan ba cuntaa la samaynhayaayo dadkii baa leeyahy ma aragtay bal fiiriya habeen buu yidhi axsuu man yatacashaa cindana bal caawa intaan cashada u karinayna bal soo eego soo tiriya fa axsawhum fi lqaabilati fawajaduuhum sabcata aalaafi rajul amiirulmuminiina waxay yidhahen 7,000 oo qof baa hadda meesha noo fadhida أما المرضى والعيال الذين لم يحضروا تلك المائدة فقد بلغوا 40,000 أنت سوكي عويدية ما حست أهيد أهوينك عرورتي يرير كأهيدنا أفرتنكم بكر رقافة أيام بالي كاسو اسكؤوا يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحوريه جري رضي الله تعالى عنه والله إني لأدخل في الصلاة صلاة دايان مررك قار قلي فأفتتح السورة سورة قرآن أيان باللابي فما أدري أنا في أولها أم آخرها مركز أن قرن وهي سورة ما بلو قيدي بانشو قام مثل برتن كيدي مثل سورة دمات كيدي لما لكثرة ما يلاقي المسلمون من الشدة لبك مسلمين تها يستايو درين سنة إيه قنا ولا الله يال ولا ركتا وحا غزك صعدو وحالا صوصا ورا يا عيال يريرا oo maaragtay afar jirra iyo kuwa naaska hooyadood jaqahaya oo intii waxba loo waayey gaajo iyo macaluul la fiirsanahayo life ay tahay oo kaamirooyinka adduunku ay hayaan ilaa ay ka qudbaxaan oo naftu ay ka haddo ayaa la soo sawirahaya innagana cunto meel aan kala geynan la'na soo ma innaga xataa haddaan ka soo fognahay dad muslimiina ku xeeran dhan walbaba dowlada islaam ah ayaa ka jira go'doon ulakac ah ayaa la geliyey dadka muslimiinta ah biyo iyo maaragtay baadba waa laga jaray gaajay u leehanayaan markii hore gantaal iyo qarax bay u leehanayeen hadda gaajay u leehanayaan axbaabi fillaah dadka muslimiinta ah kuwa inaga fog iyo kuwa inoo dhadhow iyagana maaragtay laga yaaba guryaheenna agtoodaba inay joogaan ayaa buuxa innaguna dhereg baa laga yaabaa inaan sakaraad la nahayo xanjooyin iyo wax dheregta laysaga biyo biyooyin maaragtay sharaabka gaaska ah iyo maaragtay soodhooyinka ayaa laysla daba ordahaya qofku wuxuu kuleeyahay dheregtaan iska bixinaya dadna gaajay u qurbaxahayaan
هدي نبي معها صلى الله عليه وسلم، ولا هدي أبو بكر معها، ولا هدي عمر معها، ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي معها وحين الأمرين سيدا معها دونك إلا جزاهدو الله قتبا أبو شيستو الله يريستا أيان الأمرين بلسون إنكو كجرنا وليك وأنو قران لعنا أهل كسبا وحكوين هذا المال المال معها كم ذا عمرو لو أكلت طعاما طيبا كان لك أقوى من الحق، كان لك أقوى على الحق أنت في عنها دلعون إلهي شوات كقرون عن الله يذو أود بأذو الله عن الله حق إلهي نذو قرقارت صعد كفر بضني قيب انت يمارك تكورها انت أود بك عقب عن تهاي ما أنت عكوي لقد سمعت نصحكم لي ولكني تركت وان لقيستي نصيحة دي أديس وشيديسين وان مقلي لكن وان اسكدي دي لقد تركني صاحباي على جادة لبضي لي صاحب وضي لبي قتلين بويدا أبو بكر يا نبي قوضى صلى الله عليه وسلم فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل هدي أن كوى عضو شدك يا قتلين هدى أن كوى عضو ودك لقاضو وحن كي يابي بويدينا اسكو ملقوه ينوينو بوسك يا جندا كتشوغين أما يكدغين إن أندقي ويا أما أنقاري ويا أن كي يابي بويدي رحمة الله تعالى عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه لباس كيسي يدرك وقبه يماركتي بقر سدويها اسم الله إلا وحكودا ينهى يا نبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبو بكر يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة ذاسي وحكم ذها ولا لي العثمان بن مضعون رحمه الله ورضي الله تعالى عن عثمان بن مضعون المتقشف المحزون أي أيوة أبو نعيم رحمه الله في الحلية مركو أترجمه لما مر بجنازة عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ما لنتو قيريو ذي با جنازة دي سوى الله سوق هذا نبي صلى الله عليه وسلم بالله سهر مريي بالي نبي وحوجي لدانا ذهبت عثمان وجنازة دي سهران بالله الله يا فلي ذهبت الدنيا دي واتكتكتي ولم تلبس منها بشيء أذي ووح الدنيا ذا كمد أنا نكده من بعد الدنيا ذا نسيتك رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبي محمد باسد عليه عثمان بن مضعون رحمه رضي الله تعالى عنه الزاهد أبوها الدنيا ذا نسكك الزاهدي موزن شعلين نبي وقعد سنة حتى إن ماركت تبتل وحل إلى ذو حتى هوينك اللي يزاهده نبي أودي ذي صلى الله تعالى عليه وسلم عائشة وحيلها ذهي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وهو ميت ودموعه تسيل على خد عثمان نبي صلى الله عليه وسلم عثمان يسوى ميت أهو جنازة ذي سارم بلون كذي اللي انت نبي كسوت في قضينا طبعا كعثمان أي كدى على نيسو وحكم لها رقاسي الدنيا ذاك الزاهدي أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكسوكوا بنا إن شاء الله قال الذهبي عنه أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحكم ذا ذاتك دين توهر مري ذاتك وهر راعي هرأي دين تقاتي نبي الرمي وكم ذا وحور انشري رضي الله تعالى عنه ما تؤيسني رقة عظمي ولا بياض شعري أن ألقى عيسى ابن مريم واحد دوبان بوهاي وآد دوبان ولا فرد دوبان له marka la fadhuubni daydan iyo tinta idii oo cadaatay u dhijiray ima maaragtay yaasi iguma beerahay iguma beereyso oo iga mar rajay beelinayso inaan gaaro insha Allahu ta'ala manaazishii anbiyaada ay joogeen Ciise ibn Maryam iyo maaragtay dadkii la jeelka ahaa radiyallahu ta'ala anhu wardahu
وجعل الجنة مثواه. أم طلق بوحيلة: دخلت على أبي ذر فرأيته شعثا شاحبا. وحان صوغ لمال المال ما كم إذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وقت يوسك رمضان ولا ليالا إن إسوع ما ركت هاي تنتي سنا ما ركت إسكا رفرفان تهاي أو بساسن أو إسكا بورايسن بانو إمادي بيتشري. وقد جعل عودين يغزل بهما يده. لبا ما ركت هاي إن أولاد أو ما ركت كسوها هيو إن دبي أيان أبو قلعي بيتيري وقري إيسي كامد أبو ساو صوحان هيا. فلم أرى في بيته شيئا قري إيسي وح ألعلى وحيا لماله. فناولته شيئا من دقيق وسويق إن يرى برأي إن يرى سويق أيان أقييفك. فقال لي وحيقوا إلى أما ثوابك فعلى الله. ثواب هذا ذكر جين إيسي صدق ذاتا إلهي واتقول هذا هيا إيسكي عشو. حكم إذا هددك أدوية نسجها شري كتجي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه خباب حلية وصحابة رسولك كم إذا هاجرنا مع رسول الله رسولك الله ينلسه هجروني صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله أنا ووجه إلهي دل بينه فوقع أجرنا على الله إلهي أجر كيني ونسيي. فمنا من مضى لسبيله لم يأكل من أجره شيئا لكن وحنا جمدها قاركيو وح الله لوحي كقاتين أجر كودي الدنيا نبحل إذا أنا نشرين. وحكم إذا منهم مصعب بن عمير مصعب كم إذا هنشر قتل يوم أحد ما لنت أحد بلدي لي أو كشهيدي ولم يترك إلا نمرة واحدة موسكتين وحنكاهن هلقوعة. كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه إن كفنا يندمعنا يوم مرهدا مضحات قارك هردا كسار قاركي سدنبايا بنانانها. وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. قارك هورا كسارة انت دنبانا قيد كإذخر كليل هذا كسارة. أحبابي في الله إن أدوني ذاسي أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سيدا وزاهدين رسولك ألانا وسيدا وزاهدين إنا هنا نلا أمرين أن كزاهدنا دمانتين إنا كزاهدنا صنك وحيابها لك كزاهداء الدونك أيوكم ديهي أما الله حسوس تبا انت ارجعتي سنتهي يومكي وجودت بدن المسلمين هو اللي وسيدا وغاجي اسماعيل جيرين مركا وحاينا فرن انا ان شاء الله تعالى ذات كم مؤمنين تانا كور حينو ان غنا ان الدنيا ذاك زاهدنو انت يا كوسوكو بها كلمه ديدي كان راليا هذا هذاك بلا جوغا ما وحير با كدمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا تتكى ولا لهنا مسلمين تهي غزل لو ظلمينها يظلمك إلهي نكد القاضي ظلمك الله كد القاضي ظلمك الله كد القاضي انت اسكسو بحيثة إني قمت ووشوك ستو أي باب إيسان إلهي كقبتو إلهي كقبتو إلهي كقبتو مكري قوذي يكيد قوذنا إلهي سبحانه وتعالى هكذل فيه انت دمتين الله ونحرستو انت النول إلهي سبحانه وتعالى نفتو ذها حفظيو انت هل قمي سنة هل قوذي إلهي هاو معينو هاو تاكولي إلهي سبحانه وتعالى دنبيه إنها دافو دنبيه والدين تأن الله دافو صنك الله نقاقبلو قيامك يا صلاة الله نقاقبلو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.